شوف استطلاع عن أداء الحكام في البطولة أو في الموسم. من هو أفضل حكم في الموسم الرياضي ولماذا؟ أفضل حكم خليل جلال، لأنه يمثلنا خارجيا ويكفي أن كل كأس عالم موجود فيه. والله أفضل حكم من وجهة نظري أشوف أنه خليل جلال، والسبب يكفي أن الفيفا يرشحه لكأس العالم، في كل بطولة كأس العالم يترشح أنه يمثل السعودية فيها. حاليا ما أشوف أي حكم كويس يعني في الدوري. ليش؟ شائم أنت؟ مو متشائم، بس هذا اللي نشوفه يعني. تشوف الحكام في أغلب المباريات، كل ما تنتهي مباراة حكم مع حكم، مشكلة الحكم مدري إيش، يعني مشاكل أكثر شيء موجودة في الحكام. الحكم هو عبد الرحمن العمري، يعني يفرض وجوده في الملعب، وإذا في مشاكل بين اللاعبين يحاول إنه يسويها بدون ما يفرض، يعطي كروت من دون ما يسوي شيء. أشوف إنه يعني هو اللي عنده زي ما تقول ثقافة في التحكيم وفنان في التحكيم. هذا لا أرى أي حكم مناسب في هذا الدوري، لازم كل الحكم يطلع منه أخطاء. طيب هذا طبيعي، جزء من اللعبة. أوكي، ولكن ما في أحد يعني حكم عليه يعني الواحد يعني بعد المباراة ما صار في أي مشاكل أو أي انتقادات. كل حكم لازم انتقادات ومشاكل. والله لو فيه حكم يعني كويس كان قلت لك لماذا. شوف فيه يعني عندنا مشكلة، المهنة بس يروح خلاص. وفي كلمة بس بقولها، مع اني المهنة انت رحت الرئيس اللي في الحكام، انا اقول الحكام هو الزبدة اصلا. يعني اذا ما في ادارة، اذا ما في يعني حتى لا من تصريحات، في يعني تحس انه يعني متزعزع. انا ما اشوف في حكم يعني مناسب في خاصة يعني في هذا الموسم او في اي موسم ثاني. ما اقتنع بالحكام انت تماما ابدا. ايش طيب ليش ما اقتنع؟ والله يا اخي انت شوف المباريات وشوف التحكيم، ما رشح احد. افضل حكم خليل جلال. ليش خليل جلال؟ والله خليل جلال اول شيء يعني يمكن هو افضل الحكام موجودين في الساحة، من حيث يعني دقته في تقدير الحالات، مشاركاته الخارجية، ايضا ما عنده يعني ما يتعامل مع الانديه كالوان او زي ما على بلاطه خلينا نقولها، يعني ما يتعامل انه هذا نصر، هذا هلال، هذا اهلي، شباب. انسان يعمل بالحاله، وكان افضل الحكام في اختيار او في وصف دقه الحالات. نقول مرعي العواجي. سبب ليش مرعي؟ دقته في رصد الحالات، وقوفه احيانا، يعني الهدوء عندها بالنسبة لمرعى العواجي عالي جدا، تعامله مع الحالات الصعبة. صراحة بالنسبة لي ما أرى أن في حكم أصلا يستاهل لقب أفضل حكم في الموسم. عندنا أقرب مثال خليل جلال، على ما أعتقد رسب في اختبارات الكوبر مؤخرا، ومع كذا أسندت لي مهمة تحكيم في نهائي البطولة العربية. صراحة الحكام السعوديين لازم يتطوروا، ولازم يكونوا قد الدوري السعودي وقد البطولات الإقليمية الأخرى، ولازم يعكسوا يعني واجهة مشرفة لهالوطن، ولا ما في داعي أصلاً أن نخرج حكام وتسببونا بفضايح برا. طيب هذا رأي النفس، نروح للفاصل بعده ونعود. أحيانا تصبح مشاكل الحياة شديدة علينا، مشاكل مثل التنمر أو الإساءة في المنزل أو المدرسة، يمكن أن تجعلنا كلنا نشعر بالقلق والخوف، ويمكن أن تمنعنا من الأكل أو النوم جيدا. يمكن أن يحدث ذلك في أي أسرة، حتى لو لم يحدث هذا معك مباشرة، فالعيش في نفس البيت يمكن أن يكون مؤذياً ومزعجاً. لا أحد لديه الحق بأن يجعلك تشعر هكذا أو يجبرك على فعل أشياء تبدو خاطئة. إذا كان هذا يحدث معك أو مع أحد تعرفه، فأهم شيء يمكنك أن تفعله هو أن تتحدث فوراً مع شخص تثق به. خط مساندة الطفل موجود لمساعدتك ودعمك مهما كانت مشاكلك كبيرة أو صغيرة.
إنه مكان آمن يمكنك أن تتحدث فيه عن مشاكلك مع مستشارين مدربين، مكان يمكنك أن تحصل فيه على النصيحة أو المساعدة أو مجرد شخص يستمع إليك. تذكر، الاتصال سر للغاية، أنت والمستشار فقط. لذا لم يعرف أحد أبداً أنك اتصلت. إنها خدمة مجانية بالكامل مخصصة لمساعدة الأطفال واليافعين مثلك تماماً في جميع أنحاء المملكة. كل شخص لديه الحق في أن يعيش في بيئة سعيدة وآمنة. إذا شعرت أنك تريد التحدث مع أحد، هم موجودون ليستمعوا إليك. فقط اتصل على 116-111. سعود المصيبي حيكتم ولا تنابزوا بالألقاب.